السلام عليكم. طبعا رجعنا لكم في فيديو جديد. هذا الكف اللي كان عم يتكتك تمام، عم يطلع صوت هيك للموتور. تمام شباب، طبعا هو طبيعة العطل اللي فيه ضربات فيه المسفيتات الترانستورات. تمام، طبعا هلا وصلنا على الكهرباء. هون مثل ما لكم شايفين من الحي مبين التبديل. هلا مثل هون مبدل، هدول هون الاساسيات، هذا الطرف وهذا الطرف الهون، يعني هذا الطرف وهذا مبدلات. تمام، بس هذا الطرف وهذا ما هن مبدلات، وهذا الطرف يعني كان متفجر. هذا بعد ما قمت باستبدال المسفيتات، او الناس اللي بتعرفون الترانستور على شكل الترانستور. هون مثل ما لكم شايفين في بعض المقاومات متفجرات اصدقائي. تمام، انا حطيتهم هون. قمت باستبدال المقاومات، طبعا بني اسود اسود 10 اوم يعني قيمته. بعد ما بدلت المقاومات وبدلت الترانستورات تمام مثل ما ورجيتكم بالفيديو، اي تكتيك هون اذا بنلاحظ في عندنا كمان ترانستور. طبعا رح اصفي لكم الصوره. شايفين هذا الترانستور مكتوب عليه 2 تي، طبعا انا ركبته 2 تي واشتغل. تمام، طبعا هدول الترانستورات الطبع هن بيجوا سالب وبيجي موجب. المهم اتم استبدال اصدقائي هذا الترانستور مثل ما قلت لكم 2 تي. طبعا احيانا نحن اذا بدنا نعرف كيف الفحص الترانستورات او كيف فحص هي، مثل ما لكم شايفين هون المقاومات والترانستور وهالامور هي على نفس الشكل هون تماما، يعني جاي على التسلسل. تمام، ايه وهي اشتغل واموره تمام. صف هلا نركب له العازل مع المبرد الالمنيو. طبعا ضفت له مكثفات، المكثفات بصير قوته افضل اصدقائي. تمام، عدد 3. المكثفات عدد 3 مثل ما لكم شايفين، يعني هو في بيجي نفسه بس ما ضيف له مكثفات، بيجي حتى الواط تبعه اعلى. ايه وهي اشتغل واموره على 24. واخوكم ابو منير، واهلا وسهلا بالشباب. طبعا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو شباب. تمام، وجاهزين لخدمة الجميع ان شاء الله. ايه ادعونا عليهم بالشباب.